ارتفاع أسعار النفط ينعش الآمال في أن تخلو الموازنة العامة لسنة 2022 من الاقتراض بعد وصول أسعار النفط مؤخراً إلى عتبة 85 دولار للبرميل الواحد، ما يعني تحقيق فائض مالي بنسبة 35 دولاراً عن كل برميل كان قد اعتمد ب 45 دولاراً في الموازنة الحالية، مع توقعات بزيادتها إلى 100 دولار بالربع الأول من العام المقبل. علمياً ومنطقياً يجب أن يسهم ارتفاع النفط في سد العجز المالي للعراق، خاصة وأن أكثر من 90% من الموازنة تمول من إيرادات النفط، فبزيادة أسعار الذهب الأسود سيزيد مصدر تمويل الموازنة، حيث يصدر العراق يومياً نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام من أصل 4.6 ملايين برميل ينتجها يومياً. مختصون دعوا الحكومة إلى الاستفادة من ارتفاع الأسعار الذي سيمنحها هامش مناورة وفرصة جيدة لتبني ديناميكية اقتصادية من خلال استكمال المشاريع المتوقفة وإطلاق أخرى جديدة وزيادة احتياط البنك المركزي، فضلا عن التجديد على أهمية الالتفاتة إلى تطوير بقية القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية، ما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن، ناهيك عن امتصاص الصدمة المالية والاقتصادية التي تعرض لها العالم والعراق خصوصا نتيجة تزامن تراجع أسعار النفط مع جائحة كورونا في العامين المنصرمين، والتي أدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار والتباطؤ الواضح في الأعمال والمشاريع والتوقف شبه التام للاستثمارات خاصة الأجنبية منها. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقية الإخبارية، بغداد.